que je vois les طبعا زنا على ابواب بدايه العمل الانتخابيه راينا اننا نمثلوا على مستوى جي ابان اكوان هذا اللقاء لتقديم المرشحين ديالنا على مستوى الانتخابات النيابيه ولا على مستوى الانتخابات الجهويه والجماعات المحليه. طبعا هذا المنتخبين فريق قوي اللي كيتقدم به الحلم لذلك كان فرصة أن نقدم البرنامج الجهوي اللي تبنى الحلم وهذه مبادرة جديدة أن يتقدم برنامج جهوي في الانتخابات الشرعية أو الانتخابات العامة اللي غتكون في الشامبر. فعلا البرنامج الجهوي كيضم عدة مشاريع على مستوى جهة طنجوان بالأخص مدينة العريش اللي ما عرفتش يعني ما خدرتش حقها من التنمية اللي كتعرف على جهة الشمال، وبالتالي مازال واحد مجموعة ديال يعني ديال المشاريع اللي خاصها تتحقق باش تنطلق قاطرة ديال التنمية في مدينة العريش. طبعا كنتكلم عن مشروع سياحي متوقف لإعادة المدارات من جديد، كنتكلموا على خطر فائق السرعة اللي كيدوز وسط العريش وما كيتوقفش، على المشاريع اللي كتجي من طنجة وكتفوت العريش وما كتوقفش في العريش. طبعا كنتكلموا على منطقة صناعية في المستوى اللي عندهم معنا بالنسبة للصناعة الغذائية، بالنسبة لمجموعة المشاريع يعني ديال الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كذلك على مستوى يعني منطقة لوجستيك، كذلك سوق اقليمي او جهوي اللي يمكن انه يمول جهات يعني اقاليم ديال الجهات كلهم، ويكون سوق كبير اللي غادي يمكن يمول باقي الاسواق، مجموعه ديال المشاريع كذلك اللي كما قلت محطه ديال القطار الاسرع والعديد من المشاريع. نعم، من خلال تدخلات ديال المرشحين ديال حزب الاستقلال على المستوى الجهوي، وكذلك يمكن لاحظ ذلك هناك فروقات على مستوى المشاريع في اقليم العرائش، خاصة بالنسبة للعالم القروي، يعني هناك طموحات ديال التنمية المجالية. إذا بالنسبة لكم أنتم شنو هي في مجال العالم القروي، شنو هي التدخل اللي يمكن يعني على مستوى الإقليم؟ على مستوى المحلي كذلك برنامج جهوي كيتاثر اصلا بالشعار ديال الانصاف الان، كنتكلموا على الانصاف الان، كنتكلموا على ان يعني على المستوى المجالي كاين مناطق متضرره ما وصلهاش حقها، خاصة العالم القروي، العالم القروي ما وصلش حقها يعني في التنميه، باقي ناقصه مجموعه من الاشياء، بالاخص يعني كيعاني من المشكل ديال الهضره المدرسي ديال البطاله، واحد المجموعه ديال المشاكل كيعاني من السكن، كذلك السكان طبعا السكن لائق، رفض الماء، الشرب والكهرباء القرويه، واحد المجموعه ديال الاشياء اللي باقي التعليم الصحه اللي كيعانيو منها كذلك على مستوى القراوي، مجموعه من المشاكل اللي جات في هذا البرنامج الجهوي واللي حزب الاستقلال من خلال تقديمه لهذا البرنامج كيتعهد امام الناخبين والناخبات انه غادي يحققوا اذا وضعوا طبعا الثقة ديالهم فيه، وانا متاكد ان الفريق اللي كان تقدموا به والبرنامج اللي كان تقدموا به والتاريخ اللي كان الاستقلال ما يمكن الا ان الساكنه نعم. كذلك على المستوى المحلي هناك يعني الهشاشه، وضعيه الهشاشه لمجموعه الاحياء واخص يعني مدن الصفيح والسكن غير لائق، يعني بالنسبه على مستوى مدينه العرائش على المستوى المحلي هناك وضعيه الهشاشه والتردد ديال الخدمات والبنيه التحتيه، يعني بالنسبه لكم انتم كفريق على مستوى الاقليم على المستوى المحلي من مدينه العرائش قابل للتحقيق. مدينه العرائش طبعا يعني مجموعه من المنغلقات والمشاكل كثيره، ولكن كاين مشاكل استعصاء على المجالس السابقه ان تحلى، بالاساس السكن الصافي اللي استعصى عليهم انهم يحلوا هذا المشكل هذا، واللي كان مقرر من الزاين ويتمنى انه يتوقف، يعني يتم انتاج او اعلان مدينه العرائش مدينه بدون صافي، كذلك السكن العشوائي، دور اين السقوط، الساكنه كتعاني من تردد الخدمات الصحيه، قله طبعا يعني الخدمات اللي كتوفر في المستشفى الاقليمي،
خلت الكفر التربية كذلك في الاقتصاد التعليمي وتعزيز الخدمات الصحية على مستوى البطالة يعني الشباب بالأخص وضمان يعني توفير يعني مناطق ديال الأنشطة الاقتصادية اللي ممكن أنها تخلق الشغل فرص شغل للشباب وصنع فرص شغل قار لخدمة الكرامة ديال المواطنين والمواطنات بغض النظر عن البنية التحتية طبعا اللي ممتلئة واللي كتعاني منها مجموعة من النقاط غنخصوها طبعا البرنامج المحلي الانتقالي اللي كان فاهم به.